برنامج مش فلين وأطيب التمنيات مني ومن مخرج الحلقة سيمو مصوري. جيل الصناعة الرابع والاقتصاد الرقمي المستقبلي، عناوين كبيرة يمكن نحسها بعيد المنال. الاقتصاد اللبناني اللي عم يترنح تحت وطئة الأزمات المتلاحقة، والشباب اللبناني اللي عم بيغادر وطنه، والسؤال بيطرح نفسه: مين رح ينهض بالبلد؟ تحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح حاجة ملحة بظل كل يلي عم نمر فيه. ولكن هل ممكن يتحول لبنان لمجتمع ذكي اقتصاديا؟ وهل ممكن يكون الاقتصاد الرقمي بديل للأزمة؟ وشو دور الشباب بهالإطار؟ هالأسئلة وكتار غيرها رح نحاول نجاوب عنهم بحلقتنا لليوم مع خبير استراتيجيات التحول الرقمي رودي شوشاني، ورح نتلقى مداخلاتكم وآراءكم عبر هاشتاغ مش فلين على تويتر وعبر أرقام صوت لبنان 01-32-5555 أو 76-611-005 وعلى واتساب 76-611-001. وفيكم تسمعونا على موقع الإلكتروني تبع الإذاعة VGL.me وتشوفونا صوت وصورة على فيسبوك صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. رودي شوشاني، أهلا وسهلا فيك. المستمعين، بداية لما عم نحكي عن تحول رقمي للاقتصاد، عن شو ممكن عم نحكي؟ اليوم تحول الرقمي هي عبارة عن دخول التكنولوجيا بحيال العمل بينعمل، من كان العمليات أما السياسات أما الأعمال التجارية، بيتحولوا بيصيروا كلهم مكنن، وبيصير التكنولوجيا هي الأساس، من أساسها بيقدروا هني ينعمل، بيقدروا كمان أهم شغلة يلقطوا البيانات ويعرفوا شو عم بيصير. هذا هو التحول إذا بدنا نحن بتفصيل مصغر. هلأ بنرجع بنفوت بتفاصيل هذا الموضوع خلال الحلقة، ولكن كتار بيتخوفوا أنه يكون هذا الاقتصاد غير آمين وغير مكونا، وبيخافوا على البيانات وعلى موضوع حماية البيانات اللي دايما خصوصا بالفترة الأخيرة دايما عم ينحكى عنه. هناك تخوف من هذا الموضوع؟ هو دايما في تخوف. اليوم التخوف، مجرد ما سرتي على عالم الانترنت انت معرضة لجميع المخاطر الموجودة، هذه اوتوماتيك بتجي معه. بس اليوم صار عنا بلبنان بعض القوانين اللي بتحمي بعض القصص، مش كل شيء، بدها بعد إعادة مراجعة، بدها قوانين جديدة. بس صار في عنا 2018 على 2 إذا ماني غلطان قانون بيقدر شوي يحمي هالقطاع. يعني هاي بداية، أخذ القانون تقريبا شي 18 سنة تينبت بمجلس النواب، بس صار في شي منه أحسن واحد بس بيحمي بعض القصص، بس ما بيحمي كل شي. اليوم نحن صرنا مثل بتسمى نفق للمعلومات لغير شركات اللي هن اليوم منهم بلبنان. يعني نحن عم نعطي الداتا تبعنا ببلاش لفيسبوك، تنسمي بالصوت لفيسبوك واتساب وإنستغرام اللي هن شركة واحدة، هون المخطر بصير أكبر وتكون شركة عم تاخد 360 درجة، أما لجوجل وأبل وغيره وغيره. هون نحن بصير عنا الخوف كيف بدنا نقدر نحمي، وشو الحماية اللي بدنا نعملها ونحمي المعلومات تبعنا وطريقة نحن التصرف تبعنا بهذا العالم. تحدثت عن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك وإنستغرام بالفترة الأخيرة، وخاصة بعد فيروس كورونا هناك بعض التجارات إذا بدنا نقول نميت على هالمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بطريقة غير منظمة. وين خطورة هيدا الموضوع؟ صار كل حدا عنده برودكت معين أو منتج معين بيقدر يبيعه أونلاين من دون ما يحط، من دون ما يكون في قواعد تقدر تحمي المستهلك. اليوم بدنا نقول شكرا كورونا أول شغلة، مع أنه كانت مؤلمة من ميلة الصحة، بس بذات الوقت خلتنا نحن نركض على التكنولوجيا تنجرب نلاقي طرق تانية بديلة نقدر نحن نشتغل فيها ونطلع مصاري. وهون القوة وقت نبلش نحكي نحن بالاقتصاد الرقمي، أنه نشوف شو هن القصص تنقدر مكننا كل شيء كيف فينا نطلع بلش مصاري ونبلش نشغل هالاقتصاد. اليوم بموضوع الناس اللي صار عندها، كانت ما عندها شركات، هي أول نوع من العالم ما كان عندها شركات، شوي هني حسوا حالهم بيقدروا يشتغلوا قصص يدوية، أما هذا فتحوا إنستغرام، وهين اليوم لأنه إنستغرام عطتهم هالآلة اللي بتقدر تشتغل وصاروا يبيعوا. هلأ اليوم مش ضروري تبيعي ويصلك مصاري عبر البنك، صار تبيعي يبيعوا مع شركات لبنانية هني يقدروا ياخدوا البرودكت أما السلعة
ويعطون مصاري كاش. وفي عندك أنواع كانت شركات موجودة اليوم بطل حدا يقدر يزورها، اضطروا يروحوا على كمان السوشيال ميديا والويب سايتات وغيرها بطرق منظمة أكتر. هلا الشركات منظمة. منظمة. هلا الشركات الغير منظمة الفردية عطتهم قوة، بس بذات الوقت اليوم في تهرب ضريبة، في شركات ما بنعرف مين، في ما بنعرف مين يعني عم بتبيع بلبنان، وخاصة وقت حطوا كريدت كارد أوقات بعض المحلات صار في عمليات احتيال أو انسحب ألوف الدولارات ما بنعرف لمين. ومين بيحمل مستهلك؟ هون نحن كمان مسائبة إنه أنا ب النائبة المعلوماتية، هون بوجه كمان للنائب جورج خويري تحية، لأنه اشتغل على يجرب مع وزارة الاقتصاد يعملوا مثل نوع من بسمى سيل على الويب سايت أو على انستغرام، أنه حيلا حدا بده يبيع في بيع، بس يروح ياخد من وزارة الاقتصاد نوع من سماح، لأنه مش ضروري مش عم نحكي التفقة وما عم نحكي شيء، بس أتليست أنه هيدا معرف عنه بوزارة الاقتصاد، تعرفي مين بدك تلاحق. يعني اليوم أنت كشاري أنت اليوم بدك ترجع تلحق المنتوج اللي اشتريتي، ما عندك حدا تلحقيه، لا في أرقام تليفونات وغيره وغيره. لسوء الحظ مع الأوضاع السياسية صار في تقدم، بس ما صار في تقدم يعني وصلنا لهذا. بعده اليوم الشاري لازم ينتبه كتير، لازم يقرأ كتير ويعرف مزبوط في أرقام، يتصل يجرب يعرف من هو، لا مساعدة بذات الوقت، بس كمان هذا كله منه مشرع، والقانون نحن تبعنا والقوانين وقوانين الشركات كتير صعبة تتفتح شركة بذات الوقت، كتير صعبة تتسكريها، عم يمنع العالم تتقدر كمان تتجه للتشريع بطريقة آمنة تتخلي يعني الميل الشغل من ميلتين لازم يصير من ميلة التشريع والسياسة. هذا موضوع القوانين هيك بعيدا شوي عن الموضوع الأساسي وموضوع الاقتصاد الرقمي، قد ايه القوانين عم تمنع الانتربرنور يقدروا يأسسوا شركات ويساعدوا بنمو الاقتصاد بمكان معين؟ نحن اليوم الريدين الأعمال الانتربرنورز بلبنان عن جد عم بيواجهوا مشاكل عدة. أول شغلة هي التشريع لهم، تد أول شغلة نقدر نخلق لهم نحن شركات، ما عم يعني في البي دي دي وفي باريتك عم يشتغلوا على كتير قصص مع ريدين الأعمال، بيوصلوا لمحل وقت التشريع صارت الفكرة نامية، بيجوا لوقت التشريع هون عم بيصير أكبر صداع، أنه بدهم يفوتوا بشركات هن أكبر منا، ما معهم مصاري، ما فيها انسنتيفز، ما بيقدروا الدولة تساعدهم، ما بدها كتير، بدها مستثمرين، بدها يعني في كتير قصص بتخليهم ما يروحوا على التشريع. وهون يمكن أوقات عم نخسر نحن للخارج، لأنه أهين تفتح شركة برا من ما تفتح شركة لبنان. جربنا نتواصل الشيخ نديم جميل، لأنه كان وقتها هو رئيس اللجنة تبع المعلوماتية بالبرلمان، جرب اشتغل على سولت SALT للتكنولوجيا تقدر يعمل شيء، بس لسوء الحظ كمان ما وصل لمحل. وبعدنا نحن بجدال لهالانتربرونور شو هو البديل تنقدر نحن نساعدكم. هون بيصير انه عم بيشتغلوا بطرق، اوقات ممكن فاتوا بشركات لانه بدك مستثمرين، ممكن لا فاتوا بعدهم عم بيبيعوا ويشتغلوا، اما عم بيعملوا نظام شغل بس منه مشرع. لبنان اليوم عم بيعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة وعم تتفاقم يوم بعد يوم. التحول نحو اقتصاد رقمي كيف ممكن يكون جزء من خطة انقاذ شاملة تقدر تطلعنا من هذا الوضع؟ اليوم بنلاحظ بال المرسوم الجديد تبع تشكيل الوزارة انه في شيء خاصه بال مش التحول الرقمي، بس انه كدولة اما كاي جوفرمنت هيدا مشكور، هيدا بارت هلا بنرجع بنحكي عنه اكثر، بس مش لاحظه شيء تاني خاصه بالاقتصاد الرقمي. ونحن كنا قبل كمان عبر الجمعيات اللي بشتغل فيها جربنا بعتنا كتيبات يخلقوا وزاره للمعلوماتيه مثل ما كانت قبل، عندها دور فعال، مش انه هي وزاره بس تكون خدماتيه ما غيره. اليوم من الضروري يفتحوا بعض القصص لهالناس تقدروا هن يشتغلوا. اليوم إذا بناخد نحن بلبنان الاقتصاد الرقمي سنة 2019 حسب المؤتمر بآبن عمل، نحن الاقتصاد الرقمي 0.3% من الجي دي بي تبعنا، رقم يعني هلأ صار 0.3 متدني جدا 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 0.3 ما بعرف قدي. بذات الوقت كمان 2018 الإمارات كانت بين 4-5%، هلأ عم بقارن أنا بالإمارات بس
هيدا يعني تنقرن نحن بشيء ناجح بالمنطقة بمحيطنا. اليوم بعتقد الإمارات صارت بين 9-10% إذا مش أكتر، خاصة من وراء وضع الكورونا، لأنه ساعدت مكننت كل شيء نحن بنعرفه من أفكارنا للنظم اللي نحن بنشتغل عليها، تيقدروا هن يبلشوا يبيعوا ويساعدوا. وعندك الناس اللي بتبرمج هولي كمان بفوتوا بالهيدا المحتوى الرقمي، المحتوى الكتابي. اليوم الأسكو عم تعمل مسابقة للناس اللي بيحكوا عربي تيجربوا يساعدون بالتكنولوجيا، يقدروا كمان يبيعوا المحتوى العربي، لأن احنا عنا فقدين المحتوى العربي كمان، هذا شغلة أساسية. واللغة العربية ما أنا كتير متناسبة مع التكنولوجيا بمكان معين كمان. 100% بتشوي لأنه نحن بالمدرسة يعني بتعرفي كل العالم عم بلشين باللغة الأجنبية، إن كانت الإنجليزية والفرنسية، بعدين بيجي المحتوى للأسف. العربي. وين ترتيب لبنان اليوم عالمياً بالتقدم الرقمي؟ اليوم نحن حسب حزيران 2020 طلع التقرير، نحن كنا بالمرتبة 140 من أصل؟ شي 170، يعني نحن متأخرين جداً. وبتتفاجئ مثل ما قلت أنا أنه الإمارات والسعودية هن من توب 3 بالليستة، حتى المضاهين أمريكا بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه السياسات منا موجودة، هاي أهم شغلة. نحن كتير مأخرين بالسياسات، صار في كتير سياسات آخر 3-4 سنين بس كله ما في شيء نبت، وهل نبت باللجان النيابية صار قوانين وغيرها، ما في عندك مراسيم تطبيقية. وهون فتنا بمشكل، وعملت دراسة أنا أول السنة مع وستمنستر فند تنشوف وين كل هالمراسيم وشو وضعها، تقدروا إذا صار في عندك حكومة تقدر تبلش من شيء. في كتير طلع يعني عن جد فوق 80-90 أنه عم بحكي تكنولوجيا واقفين، ما في حدا يرجع يتابعون. في كتير قوانين، إذا بناخد قانون 2018 كمان يعني 3/4 مين ما تحكي فيه الوزارات بيقولوا لك نحن ما بيعنينا هذا القانون. ليش؟ أبسط الأمور، يعني اليوم بدنا نحكي الإيميل مش مشرع بالدولة، هيدا أبسط أموره، بعدنا على الورق، على التكنولوجيا الورقية. بدك تحكي مع حدا لا ما فيك، بدك تبعت لي تسلسلا كتاب وغيره وغيره. اليوم قديش وضع هيدا كانت كتير مهمة يكون عنا شوية تكنولوجيا تتساعد المواطن، خاصة اليوم انت بدك تساعد المواطن، عم نحكي قبل ما نحكي بالتجارة، نساعد المواطن يحصل على خدمة. ما شفنا بعض التجارب المشكورة من حوالي سنتين، كيف في تجربة بموضوع إخراج الإيد؟ اي هذا كان رائع جدا، اذا مش اكثر تطبعي ممكن. تطبعي من البيت، عرفتي كيف انه يوفروا الورقه، وبعدنا اليوم وفروا على الدوله بس ما فوا وفروا بعدنا لليوم مشكلتنا الورقه، ما قادرين نشتري ورقه، وفروا الورقه بدل ما هن يطبعوها نحن بنطبعها بس هن بيصدقوا عليها. كانت جدا فاشله، لانه حتى التدريب تبع يعني اليوم ما تنحكي نحن تحول رقمي، ما بنحكي بس التكنولوجيا، بنحكي الفكر، بنحكي الطريق، بنحكي العلم، بنحكي كذا شغلة داير من دارة تقدر انت تعطي. لكن هل كانوا مهالين ما كان حدا مأهل انه عملنا طلعتنا فكرة كيف هلأ بدنا نوفر، خلينا يلا خلي العالم تطبعها وتروح تمشي فيها، شو هي الإلية كيف العالم بدها تطبقها. مش هيك طلع مرسوم بعد 3 أيام من تنفيذها بتوقيف التنفيذ لأنه ما مش الحال. عشان هيك بتفرجيك انه قديش في فشل. طب حتى بالتدريب ونحن قديش بننبسط بالجامعات تبعنا والمدارس تبعنا، انه نحن عم نخرج ولا منفوت كمان بموضوع الجامعات اكتر اذا شيء تنشوف قديش كمان بالجامعات نحن صحيح منبسط ومؤهلين بس مش مؤهلين بالطرق اللي لازم تكون مؤهلة فيها. رح نحكي بهذا الموضوع بالتفصيل، بس بدي أذكر الأصدقاء المستمعين اللي عنده أي مداخلة بما يخص موضوعنا بحلقة اليوم بأرقام صوت لبنان 01-32-55-55 أو 76-611-005 وعلى واتساب 76-611-001. تنضلنا بموضوع الجامعات، وين برأيك هناك مشاكل بالاختصاصات يلي عم بتقدمها الجامعات أو حتى بالاختصاصات الموجودة ومن ناحية تطويرها بمكان معين لتواكب التحولات يلي عم بتصير بالعالم؟ اليوم قبل ما نحكي كمان على الجامعات رح ألفت نظر على المدارس. اليوم المنهج التكنولوجي لازم نبلش بالمدارس، وفي قانون موجود بمجلس النواب بس لسوء الحظ كمان بدرج من الأدراج الموجودة، لازم نبلش على بكير، هي أهم شغلة. نرجع على موضوع الجامعات، اليوم
الجامعات مش بغياب تام، بس بنوعاً ما شو بدنا نحن كجيل المستقبل، مش بس بلبنان بالعالم، شو هي التوجهات الأعمال للمستقبل اللي حطتها الورد اكونوميك فورم أما اليوان وغيرها، نحن ما عم نعلمها كتير هيني. عم نعلم نحن بعدنا بالفكر الصناعي، نحن توجه الدولة الاقتصادي هو صناعي، فبعدنا بالفكر الصناعي، مش الثورة الصناعية، الصناعة والزراعة. فالمناهج عم تنطلق من هالقصص. نحن اليوم صرنا بالذكاء الاصطناعي، صرنا بالبلوك تشين، صرنا بقصص كتير متطورة. اليوم بتلاقي بالجامعات ولا جامعة بتعلم هالقصص. حتى صار في دراسة إذا بتتذكري من فترة الأسكوا، يوان أسكوا حطت كورسيرا، عطت في 30,000 دراسة ببلاش، وبظرف يمكن جمعتين فولوا 30,000. طلعت دراسة عنهم بحزيران 2021 عن هالناس اللي أخدوها، وتبينت أنه نحن بس 13% من العالم اللي أخدوا منها 30,000، هاللي هن تقريباً 80% طلاب، تبينوا أنه هن عم بيدرسوا بلبنان مش مع النظرة الاقتصادية بلبنان. إذا بقرنوه على المنطقة 13% يعني رقم مخيف، عم بيدرسوا ما أقرب هو للإمارات شو بدها، 40% ما 50% يعني شو بدها الإمارات. هيدا الطالب عم بفكر بالهجرة من هلأ، لأنه من أول سنة جامعة. من أول سنة جامعة. هيدا خطأ استراتيجي بالمناهج الغير متطورة، وحتى المناهج مش بس لازم يكون مناهج، في محلات في التكنيك لازم يفوت، وغير قصص لازم تفوت تتطور كل هالمناهج، تتبلش ما عنا بيانات تتقلنا نحنا شو المتطلبات اللي نحنا بحاجة لها بلبنان، وشو الاختصاصات اللي لازم تمشي فيها. عم بيكون طبعا على كل جامعة هي تعمل قصص، بس نحنا ما عنا استراتيجية موحدة تقدر نمشي كبلد. مداخلة عبر الهاتف، مين معنا؟ ألو غريغوري، معك ست يارا. بدي أسأل مسي شاني عن شغلة كتير مهمة. نحن بيقولوا جامعة تايجا زيان أطلقت صاروخ إلى القمر وإلى آخره قبل فلان، وسنة 61 قبل فليتين بالبيئة. أكبر حدث رقمي في العالم العربي قدامي هون، حضرت أنا نصة تقريبا لهالقمة الرقمية من 27 ل 31 أدار 2012، المطور، يوم القطاع، يوم المنتدى، يوم شركات الناشئة، البوابة، قاعدة بيانات شركات الناشئة، برنامج المطورين. سؤالي مش هون بس، نحن كأنه عم نحكي بإلغاء الطائفية السياسية ونضمر عكس ما نقول، لأنه كل وزير، هيدا سؤالي للخبير، بيجي بيقول أنا عملت موقع كذا رقمي للوزارة كذا كذا، ما خلوني. رجعنا بالآخر تبين مثل كأنه الإمارات أخذت عنا المثالية بخلق سبع إمارات على نموذج عالمي وطلعوا الأوائل، ونحن بعدنا متأخرين بسبب الكورونا اللي إلى فضل مثل ما قال الخبير وإلى آخره، إنه العالم اتجهت للتكنولوجيا. التكنولوجيا فيها قرصنة، وكل وزير بدون ما يجي، يمكن مش كلهم أو نصهم، بعض منهم أو يمكن ثلاث أرباعهم، بدي أعمل بالوزارة وبدي أعمل بالمزرعة، وبالآخر بيطلع قاعدة بيانات شركات والوراق مهرهرة بهالوزارات وهن مهرهرين. ليش مش عم يقدروا يعملوا شيء؟ هل الكهرباء بالسيمنز ما عم بخلون يوصلوا الخطوط بمليار ولا مليارين لسير ناشي الكهرباء؟ وبالنت بالشركات الناشئة وبالتطوير وبالقمم الرقمية بيعقدوها هون وهنيك وبالأوتيلات، شو سببها؟ مثل كأنه مونشتات وفقية صابون وعناوين منشتات صفحات أولى بدون جدوى. ليش الوزراء ما عم بيوصلوا لنتيجة؟ مجرد أنه عم بيفشخوا أو بيطيروا فيولة على العالم، أنه هو قاعد ببيته بيدفع فاتورة كذا بدون، ولا البنوك ما مش موجودة. يعني في تضارب وفي تناقض. عليكم بالجواب. شكرا. شكرا لمداخلتك. مداخلة شاملة. ايه نجرب ان نجاوب عليهم. اليوم بدي ما رح صحح لك لأن معك حق، بس كمان نحن بالخمسينات، اخر خمسينات والستينات، نحن كنا بلد رابع اما خامس بالاقتصاد. لكن اليوم نحن وين بالاقتصاد العالمي مش اقتصاد المنطقة. كان عندك رجال سياسي قوية، هيدي اذا بدك كنا رجال دولة. ايه اليوم من موجود؟ اليوم سوء الحظ مش من موحى سياسي، بس ما شفنا رجال دولة أما رجال عم تشتغل للبلد، شفنا رجال عم تشتغل للسيادة وغيرهم من الأساس.
نرجع لل 2013 اللي حكيت عنها. 2013 صار في كتير مؤتمرات لل 2019 وصار في دعم من مصرف لبنان بمصريتنا طبعا لا يحاولوا يحسنوا ريادة الأعمال بلبنان. وفعليا صار في بهالخمسة سنين اللي عمل صار في كتير نجاحات, بس انطفيت بتشرين بالوضع الاقتصادي, مش من وراء الوضع, من وراء الثورة لا طبعا, من وراء الوضع الاقتصادي, من وراء الوضع الاقتصادي, وصاروا يشوفوا كيف بدهم يروحوا وينزلوا ويطلعوا. تنجي على الشق السياسي المزبوط. اليوم ما عنا نحن سياسي, تنزيح كل السياسي, ما عنا بالرؤية نحن تبعنا رؤية موحدة للبلد. هيدي أهم شغلة. اليوم نحن بدنا نجي نسأل لبنان ب 2030 وين بده يكون؟ ما عنا إياه, مش موجودة. في فترة انحطت لوزارة معينة أما لوزارة تانية, ما بتمشي هيك, هي بدها تمشي خطة البلد متكاملة. خطة متكاملة لبنان وين بده يكون. والطريقة السياسية اللي نحن تابعينها أنه كل ست أشهر أما كل خمسة أشهر أما كل سنة أما كل ثلاث سنين بيروح وزير وبيجي وزير بيرجع بغير, بيرجع بياخد. يعني اليوم مثلا ناخد ماكنزي, خطة ماكنزي طلعوا فيها ودفعوا مليون دولار مع أنه الأسكوا عرضت ببلاش. تنقول اسكو عما غيره صار في عنا هالخطة, طب تبنوها ومشو فيها, هيدي هي خطتنا للمستقبل. ما في عنا وزارة تخطيط, أما مكتب تخطيط واحد بمشينا نحنا للمستقبل. ليش أنا بده يجي وزير أكس وفلان وعلتين كل ما هو بده؟ لا, مش ما بتمشي على الوزير. وزير إنه هي شخص فترة جاي وفالل, هي لازم تمشي على الإدارة الموجودة بقلب الوزارات, هن اللي عندهم كل هالقصص. كمان في فساد تحت عم يمشي ومصالح منشوفه شمال ويمين, فوين بدنا نروح؟ نحن ما عندنا هالرؤية, ما عندنا هالرجل اللي بيقدر يخدنا نحن على رؤية, مع السياسية اللي بتاخدنا على رؤية واحدة, انه نحن لازم نكون يعني كيف كانت الامارات بفترة الشيخ زايد طلع فينا وقال انه نحن متأمل نكون مثلكم. اليوم صارت فينا نحن كمان نتأمل ونكون مثلهم, مش غلط بالمنطقة عنا. تنرجع نصير بمحل نضاهي هالمنطقة وشو عم بيصير عنا بالمنطقة. يعني احنا اليوم جيران العدوين تبعنا صاروا من اقوى اقتصادات العالم لانه عم يشتغلوا على نظرة وفيجن وحدة. نحن ما عم نقدر من وراء السياسة المشرزمة بقوة, وكل واحد عم يشتغل مش لصالحه بالمعنى بس لصالح, لصالح شي تاني اللي هو تخريبي من 2009 وما قبل 2009, تبينت بال 2012 بالصادرات تبعنا وقتها وقعوا ونزلوا كتير ورجعنا صرنا بكل واحد شو بده يعمل وياخد, لأ أنا لأ أنت لأ أنسى مثل أولاد صغار يعني. فالسياسة ما عادت خدمت الاقتصاد ككل, وكيف حال الاقتصاد الرقمي تنقدر نحن نوصل لمحل نعمل شيء لهالأجيال الجديدة والشباب يقدروا هن يتمكنوا ويعطوا. يعني اليوم نحن ولا أهيا من هيك, يعني بظرف أيام معدودة فيك تعملي قصص للشباب هني وقاعدين بلبنان اليوم, تقدرين تخلقين لهم منصة يطلعوا يبلشوا شغل عليها, ولا أهي من هيك. بس مين أخذ الدور؟ كمان جمعيات وان جي او لبنانية, هني مثلا مثل جوبز اوف لبنان, هاير لبانيز وغيره. بدل ما تكون منصة وطنية صارت منصة خاصة, ومشكورين على العمل اللي عملوه لأنه بوقت كورونا كنا بحاجة لهيك قصص, بس منا ضمن رؤية معينة. وما في مناهج, كمان ترجع على المناهج, ما في مناهج عم بتساعد هذا الموضوع تقدر نحن نتقدم بخطى ثابتة. لا بل يعني كل شخص عم يشتغل على مبغى تاني, ما بتجمع, ما عم تجمع, ما عم تجمع, مش متنسقين مع بعض. هل وصول لحكومة إلكترونية أو إي جوفرمنت, نذكر هذا الموضوع بالبيان الوزاري الأخير لحكومة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, ولكن هل وصول إلى الحكومة الإلكترونية بعده حلم أو هذا مشروع قدرين ننفذه وقابل للتنفيذ؟ اليوم رح أعطي قبل ما نفوت بالبيان وزاري الشغل اللي صار. انشغلت هالسياسة هالخطة على ثلاث سنين, وصلت بال 2019 كان لازم تنبت, بس طبعا استقلت الحكومة وقتها كان في رئيس حريري وما صار في بت لها. بس أنا برجع بقول لو انبتت بال 2019 ما كان صار شيء, لأنه الوضع الأرض غير مؤهل يعمل شيء, ما معه مصاري لورقة كيف بده يعمل خطة, مع أنه كان في دعم من الاتحاد الأوروبي لهيدا الشغلة تهن يساعدونا, ودائما هن كانوا عم بيساعدونا بكل خططنا نحن.
نرجع على موضوع السياسة. اليوم بناخد اكزامبل تاني اللي هو امباكت. هلا اليوم مين ما اشتغل على امباكت؟ مين هو امباكت؟ اليوم وقت تفوتي بدك تاخدي موعد للفاكسان تبعيك هو على هالمنصة. وصارت هالمنصة هي عبارة من تفتيش المركزي حبوا يجمعوا البلديات والداتا تبع البلديات، تطورت وصارت من شغلة عم تعطي سيرفيس للتاني للتالت للرابع. هن دولة، هن ضمن الدولة بس هن منهم دولة. بس في شيء ناجح اليوم ونحن انبسطنا فيه، وهلأ صار فيه كمان خدمات تانية عم تنزيد، وفي بيناتهم يمكن موضوع الدعم القريب بده يجي لأنه نجحت. هلا في ناس عم بتحربها بس انه نجحت بهالمضمار اللي هي شيء خوب. في امثله ناجحه، هيدا اول النص. هيدا اول نعم. مثل بالدوله، بالدوله ككل ناجح اول مثل. هون السؤال الاكبر اليوم، انبتت الخطه بالبيان الوزاري، بدنا هلا يبتوها بالمجلس الوزراء وقتها ينعطى الثقه، واهم شغله يرجعوا يفاوضوا الاتحاد الاوروبي يرجع يجيبوا الفند اللي كانت موجوده، لأنه في فند بثلاث وحدات بيناتهم شيء اسمه الأمن السيبراني كمان، وفي غير قصص كمان بدها تمشي تحتها، تيرجعوا نبلش نشتغل. بس هون الهمة صرنا نحن يأسنين شوي أنه هيني صارت تحط قوانين بس على التطبيق ما في شيء، مراسيم تطبيقية للقوانين السابقة ما أنها موجودة. يعني أنه حطينا عنه نحن e-government law بس ما عنا تطبيق لإله، وما حدا رح يتعاون فيه لأنه ناقص هون وناقص هون، وفتى وقد ما بدك بتصير لا ما يمشوا، لأنه هيدا بحارب أول شغلة الفساد العام اللي نحن والمستشري اللي نحن عايشينه. كيف بحارب بهيدا الموضوع الفساد؟ أي دور بيقدر يلعبه بكشف الفساد ومحاربته؟ اليوم وقت تقولي تحول لما e-government أما تحول الرقمي بالدولة، يعني اليوم أنت بطلت هالورقة موجودة، بتروحي على ويب سايت اما على الموبايل اما على الكمبيوتر تبعك، بتقدمي الطلب تبعك، في عنده رقم وفي عنده تاريخ، وفي من ورا بروسس معين بيروح لعندك بيجي لعند هيدا بياخذ وثائقهم مع البيروقراطيه الثقيله بلبنان. يعني عم بحاول لاقي المفرد الحلو لانه عن جد عندنا بيروقراطيه. يعني لو حلينا قصه القانون والتكنولوجيا عنا مشكل بيروقراطي كتير كبير، التسلسل الموجود جوا كتير واسع لدرجة انه بيجي الوزير صار بده يفوت بالشردة والوردة من صلاحياته، بس انه في ادارة كمان عم تشتغل والجوات الادارة بالتسلسل في مدرة لسبب معين، وفي, وفي, وفي التسلسل نزول. يعني هيدي بتاخد لبلف، يعني هي هيني ما بدك الهيدا. وتاني شغلة بتحل وبتساعد انه اليوم مثلا بدك تروحي، عملت انا معامله هذيك المره بصمات ايدي مكتار ما عم ببينوا، رحنا عملنا مع انه عامل تذاكر وهذا، قالوا لي بدك تروح تعمل ورقه، رحنا عملنا ورقه بصموني ما ادري شو، طب بدك تبعتها على هيدا مكتب تاني، رحنا على المكتب التاني قال بعد ما وصلت قد ايه بدها توصل، شي جمعتين. يعني هو جات رحت جبتها انا بايدي رحت حطيتهم اياها. هيدا كله بينحل اول شيء الوقت، انا قلت اول شغله بيعطوك رقم وتاريخ، هيدا كله جوات السيستم بينحل، بتصير تعرفي معاملتك ساعه اللي بدك باي وزاره باي مكتب، اي تقدمت ما تقدمت، صار في عليها قصص جديده، طلبوا منك شيء مش منك بتروحي ومنك توصلي. اليوم بنرجع بنسكر الامارات صارت 100% مكتفيه كله اونلاين، كل معاملات كل معاملاتها لدرجه كانت شغله هيدي بعلمها، انه انا كنت مفكر انه الورقه وتوقيف الورقه هو يعني انه توقيف الورقه بتتحلى بالويب سايت، لا وصلوا لمحل ممنوع طباعه الورقه، ما عندهم برينتر، يمنع منعا باتا طباعه الورق، كله مضي الكتروني بالابلكيشن وكله على التذكره. نحن كمان قد في خطوره هذا الموضوع، اي عطل او اي خطأ معقول يصير يمكن يسبب بكارثة بمكان معين، عشان هيك بدك تشتغلي بمخاطر وتعرفي شو هن المخاطر وتعملي البلانات تبعهم والخطط، تتحاولي قد ما فيك تقللي من الأرور. أول شغلة في عندك أنت الأرور، الإنسان شو بيعمل بالأخطاء بالكتيبة، وهون بتساعد لبل، وعندك الأخطاء مش أخطاء، المشاكل التقنية اللي بتصير، وعندك مشاكل الكهرباء اللي بتصير، يعني فيها رح يكون عليها بريشر طبعا بلبنان بس فيها تمشي. اليوم ناخد مرجع اكزامبل المنصة ما نزلت لحديت هلا، صار عليها كتير شبهات، صار عليها كتير عم بجربوا يخرقوها أمنيا وأمن سيبراني عليها، لحديت اليوم ما قدروا. هيدي كمان برافو عليهم لأنه عم بيشتغلوا بالطرق الصح،
وهذا كله كمان فندد ومساعدات، وفي لبنانية عم بتطوعوا بأوقاتهم وبمعرفتهم تا ينشحوا هذا البلاتفورم. في يكون على نظام بلد في محل انه مجرد ما انت على الانترنت دايما في عندك انت ريسك، في كمان الهاكينج والهاكرز وكل هالقصص، بس بدأ في كل شيء متطلبات عندهم. يعني بنطلع على البنوكي اليوم، البنوكي هل المشرع لها نوعا ما تكون اونلاين، مش بس مش كل شيء، بس صلع تقريبا فوق ال 15 سنه هن اونلاين، عم نحكي بلبنان ما عم نحكي برا، برا صاروا اكثر بكثير، صار عليهم خروقات طبعا. قديش كانت هون القصص اللي هذا كله مكموش، كله بعده مقبول. في الداتا تبعنا هيدي الاهم شغله اليوم، اما البيانات تبعنا وين رحت وشو جيت وشو عملت وعنوان الادرس تبعي والرقم التليفون، هو اللي بدهم يكونوا محميين بطرق اكثر من العاده، وفي تكنولوجيا موجوده تحميهم، بس طريقه الشغل وقد ايه بده واحد يتكلف تيحمي، لانه اذا ما تكلفت كثير ما بتحمي كثير، تكلفت اكثر تحمي اكثر، وهيدي طبيعه. ومين الناس اللي عم تشتغل كمان بدهم يفوتوا بهذا المضمار، تعرفوا لانه في ناس كفوقه لازم تتعاطى بهالموضوع، مش حيالله حدا عم انه والله انا بوصلك على الانترنت، لا ما هي ما مش هيك. وهون منفوت بمشكله خساره بعض الاشخاص يمكن وظايفهم، او يعتبروا انه رح يتم الاستغناء عنهم لانه ما رح يقدروا يتكيفوا مع الانتقال من مرحله معينه لمرحله اخرى. هون عم نفوت بمشكله ثانيه 100%. المشكلة ما لازم نخاف منها. اليوم إذا مرجع شوية على التاريخ، اليوم كان عندك بالزمانات مش بعيدة دكتلو، صح؟ شو صار بالزلمة؟ سألت هذا السؤال، شو صار بالزلمة اللي كان يصلح الدكتلو؟ ما ترك شغله، طور راح يصلح كمبيوتر. كتير عادي القصة. يعني اليوم منخاف من التكنولوجيا نحنا، بس هي تطور شامل، والخطأ الأكبر اللي بيصير هو على الشخص الفردي اللي بقول أنا ما بدي أتعلم. يعني انا بتطلع بستي وجدي الله يرحمهم، اذا اليوم بعطيهم هذا الموبايل بياخذ من اهل مرتي، بقولوا لك ما بدي. في بعض الناس غير بذات العمر تقبلوا التكنولوجيا، في بعض الناس ما بدها تفوت فيها. وهاللي ما بده يفوت بهذا السباق بده يطلع برا، لانه اليوم السباق هو التكنولوجيا. وهون بنرجع على الادارات، وبنرجع على المدارس والجامعات، وهن هون لازم يبلشوا يغيروا ويطلعوا على المستقبل. ما هي المهارات المستقبلية اللي جاية؟ هيدا اللي بدنا نحن ندرس عليه، هل هن جايين ب 2030؟ لأنه في أشغال اليوم موجودة رح تروح، وفي أشغال جديدة رح تجي. ليش ما منبلش من اليوم نشغل والجامعات والمدارس تبعنا وغيرهم على هالمنهج، أما المنهجية الجديدة اللي جاية نحن عنا، ونبلش نكبر ونعلم. اليوم الأسكوا وغيرها يعني مشكورين لأنه عطوا فرصة 30 شخص يطوروا المهارات تبعهم. واحدة من القصص اللي تبينت اللي ما بتدرسها المدارس، انه كيف فيهم يتعلموا يكتبوا ايميل، بزنس ايميل. تخيل الناس اخذت كورسز بكورسيرا تيعرفوا يكتبوا بزنس ايميل. طب شو معناتها هيدي؟ يعني الجامعات ما عم تعلم هالشيء، تخيلي. معناها مفروض تكون بسيط. اول شغلة اساسية لتقديم لأي وظيفة، ما عم نحكي تكنولوجيا، شيء كتير بسيط. هل هي سامبل كتير كبيرة من العالم ما بتعرف تكتب ايميلات؟ ليش؟ ما مخرجينه بالجامعات لهيدا. اما مثلا في ناس ديفلوبريه بيوصلوا لوقت الشغل اول سنه بدهم يشتغلوا فيها، اللي معلمينهم اياه ما بيخولهم يشتغلوا، مشان هيك بفوتوا انترنشيب وغيره. وفي كتير مجهود على الشخص. نحن هيدا الحلو باللبناني، هيدا النجاح تبعه، مش بس انه الجامعات، هو بده يعمل، بده يفوت يدرس وبيقرا وبيعمل قصص تيطور مهارته تيكون هو متطور. وهيدي جملة دايما بنسمعها عند الطلاب، انه اللي تعلمناه بالمدرسة او اللي تعلمناه بالجامعة ببعض الاختصاصات سوق العمل عم بكون مختلف كليا عن اللي اخذناه 100%. لانه ما في اول شغلة منبلش، ما في منهج عام بالدولة بقلك شو لازم انت تعلمي بلبنان، ما رح نقول برا. وهيدا 13% هيدا الريبورت بيّن هيدا انه في عندك انت تقريبا يعني 77% من العالم ما عم يشتغلوا شو بده البلد. كتير غلط هون. لازم يعني نحن دايما بنتكل على القطاع الخاص، بس في محل قطاع العام بده يعمل دوره. يعني عم نحكي منهجية عامة، ما عم نحكي منهجية جامعة، اما منهجية جامعة تانية اما مدرسة. وفي بعض المدارس ناجحين بهالقصص، بس للأسف دايما الاتكال بلبنان عم بيكون على القطاع الخاص، على القطاع الخاص وعلى جهد التلميذ. هيدي كتير بحيون أنا التلاميذ، خاصة بهالفترة
الصعبة لا كهرباء ولا انترنت، يعني مش هقول لا انترنت عامة، بس انه اي في اذا قطع المطار رح يبطل في انترنت، في مشاكل كتير يعني عم بيواجهوها. وصارت اليوم الانترنت هي الباب الخارجي للعالم كله، يعني ما فينا بقى نهرب من هالموضوع. ومش رح احكي اتصالات وواتساب وسوشيال ميديا وهالقصص، لا، في علم اليوم عالم عم تتعلم، بتحضروا يوتيوبات، طريق طرق غير تقليدية، بس في علم اليوم مش على كلمة يوتيوب بمعنى، أما الفيديوهات التعليمية هول كتير عندهم طرق بتقدمنا كتير نحن على قصص بنقدر نحن نستفيد منه. وفي جامعات مثلا ناخد جامعة بنيكوسيا، University of Nicosia، هي الأولى بالعالم، بلد صغير، جامعة صغيرة، أولى بالعالم بالبلوكتشين. ليش؟ لأنه أرادت أن تعمل شيء مش موجود بالعالم، وهي عاملة هالبروغرام للعالم كله. في عندها بالسنة 15,000 بس للبلوكتشين، غير موضوع تاني، واللي هي نحن بحاجة للبلوكتشين بالقريب العاجل، لأنه بدها تفوت بكل قصص الدولة، وخاصة التراست، أما عامل الثقة مع الدول بده يكون على موضوع البلوكتشين. حتى طبعا في الذكاء الاصطناعي وغيره، بس تخيلي بلد صغير قرر أنه يعمل شغلة فرقته عن العالم كله. شو المعوقات اللي معقول تواجهنا بلبنان غير الإرادة وغياب الخطط لنوصل لبلد يكون رقمي اقتصاديا؟ اليوم تنوصل نكون بلد اقتصاديا بدنا، أنا رح أحكي بعاميات، الواحد يكون مش عم بعيش الوضع الحالي، طبعا عم نحكي بشي بوزيتيف. بدنا نبلش بسياسة عامة، احنا أول شغلة وين بدنا نكون، هيدي كتير أساسية. من بعدها بدنا نشتغل كمجتمع وكشركات خاصة وكشركات دولة على فكر واحد ومرحلة واحدة، وين بدنا نروح نحن بهالاقتصاد. اليوم ممكن الاقتصاد الرقمي ممكن يوصل لل 25% من الجي دي بي، ممكن بأحلى حالاتها. المعدل العام العالمي بالدول المتطورة هو بين 18 و 20%، المعدل العام بالدول غير متطورة بين 10 و 15%. لأننا بعيدين كتير على عشر تمانية، نحن تخيل 8% نمو اقتصادي من وراء، بس موضوع صغير ما بده كتير استثمار. ليش؟ لأنه ما عم تشتري بالمعنى بدك تعملي مبنى وبدك تعملي، الانترنت موجودة بدها تحسين معين بيمشي حالها، الكهرباء صار فيك صرف عليها يعني فوق 50 مليار دولار، وبعد لليوم ما عندنا كهرباء، والألمان اجوا عرضوا علينا وغيرنا عم بيعرضوا علينا، واليوم الطاقة الشمسية تقدر تحل كتير قصص، بس نحن بعالم تاني. بس تأملا انه صار في عنا 20 ساعة كهرباء بالدولة مش بالموتورات، يعني هن زيتوا المصاري ينحطوا بالدولة مش بالموتورات على سعر ارخص ورفع الدعم، بصير في عندك كهرباء 20%. طب ماشي الحال 80% اما 20 ساعة ويقطعوها مثل ما بيقطعوا الموتورات بالليل، ما في مشكل زيت شيء. بس صار عندك انت، بعرف انا من الساعة 6 الصبح ل 12 نص ليل عندي كهرباء، انا تمام بقدر انا رتب حياتي، بقدر ابلش طور، صار عندك كهرباء، صار عندك انترنت، صار عندك هالمتطورين الجداد الشباب اللي عم تتخرج، تقدر تفوت على ويب سايتات قد ما بدنا نحن ويشتغلوا freelancer.com وupwork.com، يشتغلوا للعالم، هن قاعدين هون، راح بيتهم يقبضوا فرش دولار هلا اليوم. كنت ذكرت قبل شوي هاير لبنانيز وغيره كمان هولي، بس بدك توصل لمحل اليوم بالتحديات عم بيجربوا يشتغلوا، ساعة ما في كهرباء، ساعة ما في، يعني في تشالنج كتير كبير تيقدروا يعطوا. الجامعات بدها تفوت على الدق، وفي عندها دور كتير كبير الجامعات، تخلق هي مثل هبز عندها بالجامعات، يمكن الستودنتس ينتجوا برامج، ينتجوا شيء قصص. بي دي دي وبيريتك كمان عم سمي أسامي لأن عندهم دور كتير كبير بالمجتمع، كمان لازم بعد يفتحوا أكتر للشباب يقدروا يخدون ويقدروا يساعدون تا ننتج منتجات رقمية. لازم ينعمل باركات، ديجيتال باركس بيتسموا، يعني حيالة الدولة عندها أملاك بال ما عم تستفيد منه، ما عم تستفيد منه، مش رح نقول كلمة بالهبل، بس بالهبل عندها أملاك كتير، بهالأملاك مثلا بمنطقة كسروان تفتح محل في انترنت وكهرباء، ما بدنا شيء تاني ومكاتب، وتخلي العالم تعمل اشتراك وتفوت تشتغل بصيدة بجنوب بالبقاع بالشمال، تعمل يعني مش بدها 7-8 مباني، تعطي مردود كتير كبير، ما عم تتكلف شيء. يعني اليوم في المكتبة الوطنية ببيروت،
بس عملوا اشتراك تفوت العالم بشي يعني نوع ما رمزي تفوت العالم تشتغل شوف الانتاجية كيف بتصير ليش لا موجودة وين وين ما كان بالعالم. أنا عم بحكي أنا بقصص صغيرة بس هالقصص الصغيرة تعطي انتاجيات كتير كبيرة لأنه اليوم نحن محضرين بس ناطرين هالهمة عنا كتير قوانين مثل ما قلنا بس ما عنا تنفيذ حتى التنفيذ غائب إن شاء الله هلأ يعني نتأمل من الحكومة الجديدة إنه تعطي شوية أولوية كمان للشباب لأنه عم نشوف نحن حرام اللي عم بيصير في هجرة أدمغة كتير كبيرة. هل عندك خوف على مستقبل لبنان بظل هجرة الأدمغة؟ كنا حكينا فيها هيدي برات الهواء خلتني فكر ختم لي الحلقة. لا لا بدنا نكون بوزيتيف بدنا نكون بوزيتيف لأنه في خوف طبعا في خوف في أمل في كتير أمل. أنا برأيي إذا طبعا الحكومة ما رح مش بس رح أربطها بالحكومة رح أرجع أخذ أنا على الفرد كمان شو فيه نعمل. إذا الحكومة أقرت بعض القصص الأساسية تقدر تثبت نحن مش رح أقول نرجع ل 2019 مش هون المطلوب بس تثبت بعض القصص الاقتصاد وموقف الانهيار وقف الانهيار بمحل فينا نظبطه شوي صغير مثل ما قلت هيدي شغلة بسيطة. طب أنا ليه بدي أعطي هال 800 مليون دولار اللي إجوا بتموز ليش بدي أعطيهم للموتورات غير البنزين ليه بدي أعطيهم للموتورات أنا فيني أعطيهم لشركة الكهرباء ب 18 ساعة اللي بتجي وعلي وارفع الدعم عن الكلفة تبع الكيلووات وبدل ما ادعم انا الموتور لا بدعم شركة الدولة اول شيء تستفيد بدل ما تجي فاتورة بالدولة 20,000 وموتور 1,500,000 خلي الدولة خلي تاخد الدولة 1,500,000 مرجع بنحكي شوف فروقات العالم بتصير وانا عندها هي سولوشن تاني اما بديل انه ما اجت من 12 لل6 فيني روح على الموتور اما صار في عندك عطل فيني روح على الموتور بضل ماشي صار كماليه صار كماليه. هاي اول شغله بدنا 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 انترنت بدنا كهرباء يعني اليوم مشكله الانترنت 3 ارباعها شو ما في كهرباء ما في كهرباء ما في مازوت يعني وصلت لمرحله بجهد مدير عام او التشيرمان تبع اوجيرو صار في فوق ال 200-300 مليون دولار على الفايبر اوبتكس بلبنان هيدا يقدروا يعملوا شيء وصلت لمحل انه نوعا ما كانت مقبولة بس بدنا الـ 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 الكهرباء يعني بناخد نحن الفا وام تي سي بتشوفي 4G على تليفونك بس ما في انترنت بيعطيك تايم اوت ليش لانه كمان عندهم عم بيواجهوا مشاكل على الشبكة تبعهم عم تنطفي يعني عندك اليوم تناخد مثلا أشرفية عندك على سطوح 20 أنتين مثلا في 4-5 شغالة طبعا هالأربع خمسة شغالة ما رح تقدر تشتغل مثل ما كانوا 20 أنتين مريحينها غير أنه كيفين يدمجون هيدي شغلة ما فكروا فيها هن شركة وحدة هن شركة مملوكة من الدولة العشرين فيهم سيروا 10 بيوفروا وبيبيعوا هوليكي غير أنه مش رح نحكي كمان أنه فيهم يفتحوا شركة تلتة بس أتليست فيهم يوفروا بالاستعمال تبعهم يدمجوا الشبكتين بشبكة واحدة لأنه فيهم كتير هينة يعملوها وبذات الوقت يرجعوا يعلوا وفي الطاقة البديلة اليوم الطاقة الشمسية وغيرها وفي منح من الاتحاد الأوروبي عم تحاول تساعد قد ما فيها الدولة ساعدتنا هلأ من شهر بعتقد للمي تقدروا نقدر بعض المناطق تجر مي لأنه إذا ما في مي عندك كارثة بس لا كمان بتقدر نحن نعمل القصص بس ما كانوا شايفينا بهيك طرق نحن رح نصير كان في جنريترز وكان في يو بي اسز وكان في كل هالقصص بس هالقصص ما بتدوم على مستوى وعلى وقت كتير كبير بدك اليوم حل شوي اكتر ب 18 سنة ساعة 20 ساعة من الدولة بعتقد بتحل لنا مشاكل كتير كبيرة وعلى الصعيد الفردي على الصعيد الفردي الهمة موجودة دائما نحن هيدي انا كتير بنبسط فيها انه الهمة دائما موجودة للشباب واللبنانية عامة اللي بيشتغلوا بلبنان طبعا اليوم وضع بيأس بيطلع من الجامعة وهيدي دايما كنا نشهدها بيتخرج 15,000 بس ما عندك غير 2,000-3,000 وظيفة شو بده يصير بالبقية كانت دايما الفكرة يا هجرة يا ما بده يقعد بالبيت يا ما بيرجع بفوت بيعمل ماسترز طب خلص الماسترز أو بيشتغل بغير اختصاصه أو بيشتغل بغير اختصاصه اليوم لا أنا بنزل أوقات على جامعات بعطي ندوات وغير جامعات يعني عن شو لازم واحد لازم بلشوا يتخصصوا مش بس بالتكنولوجيا التكنولوجيا في عندها نطاقات مختلفة لإلها مش بس نكون كودين في كتير اليوم صار شغل لبرا نقدر نحن نشتغله في كتير خطط نقدر نعملها تنحسن في كتير محلات نقدر نساعد
بعضنا نحن تنقدر نخلي العالم اليوم الموجودة تقدر يكون عندها أكسس. بيتي صار خلية نحل لأنه الحمد لله قادر نوعا ما مع الطاقة الشمسية تقدر تعطي بعض القصص وغيرها وشوية كهرباء من هون. يعني أصحابي صاروا نوعا ما صرت فاتح مكتب. بده الواحد يساعد بعضه, بده يطور مهارته للمستقبل وشوف مش بس لبنان شو بده. طبعا مثل ما شفنا نحن هيدي هي عم بتصير, بس بعد بيفوت بقصص المستقبلية أكتر. لأنه اليوم المستقبل هو لقالي أنا اللي شايفه هو البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. في اليوم كتير ناس عم تتطور بهالقصص, في كتير قصص عم بتصير بلبنان تيدربون بهيدا الموضوع. ونحن كمان عم نعمل انيشيتيف على البلوك تشين قريبا ببين تندرب ونعمل المهارات بهيدا الموضوع. لازم يضلون يتعلموا, هاي اهم شغله. هيدا الشيء اسمه اب سكيلينج كتير اساسيه. يعني اليوم واحد ما بيعرف شيء في يشوف شو هو الشغله الجديده ويطور حاله. القراءه مش قراءه كتب, انا ما بقرا كتب, بس بقرا فوق 80 ارتكل كل جمعه, ارتكل بالتكنولوجيا لانه بدك تضلك كل واحد باختصاصه. كل واحد باختصاصه بدك تتثقفي, بدك تعرفي شو عم بيصير, شو اخر التطورات. ضلكم ابديتد, هيدي هي الهمه. وتشوفوا حالكم انتو شو فيكم بهالاشغال على الاونلاين, شو فيكم تعطوا. اما يمكن اونلاين كوميرس, تشوفوا كمان شو فيكم تبيعوا. في كتير افكار هون بتقدر كمان تساعد الشباب تيكونوا هن ما بين عم بيعملوا العمليات. لكن انت غير متخوف على مستقبل لبنان؟ نص متخوف على في مستقبل. نصف إجابة. في نصف إجابة. خلينا لكن نركز على نصف الإجابة. لا, لأنه التحديات كتير كبيرة. يعني الطريقة اللي ماشي فيها البلد بتخوف طبعا. يعني أنا كل يوم بسأل حالي شو عم بعمل هون. وبعدني صامد, هيدي تاني سنة بمعنى الصمود. وبعدنا صامدين. مش لأنه بس في عائلة, مش لأنه في قصص تاني, بس لأنه بعتقد في أمل ونحن عايشين بعتقد على الأمل. وفي بعرف حالي أنه عم بقدر الحمد لله, لأنه غيرت كمان طريقة التفكير كتير أساسية. نحن وتتفوت بنوع من طريقة تفكير سلبية رح يكون المنتج تبعها هو سلبي, تجبد السلبية بطرق كتير بشعة بالحياة وبكل شيء. خلص الباب سكر. لا, أنا دايما عم بحاول أفتح الباب. ما فتح هذا الباب, فتح تاني والتالت ورابع. دايما بدي أجرب. قلنا أقرعوا الباب يفتح لكم, لا أقرعوه وكسروه كمان مش غلط, تتلاقوا الفرص تبعكم. خذبت لي الحلقة بإيجابية. شكرا أستاذ الخبير باستراتيجيات التحول الرقمي رودي شوشاني, شكرا لحضورك معنا بحلقة مش فاليين لليوم. مستمعينا شكرا لمتابعتكم, وما تنسوا تتابعوا إعادة لها الحلقة بعد موجز 10:15 ليلا. تحية مني يارا متى ومن مخرج الحلقة سيمو مصور, على أمل اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة, ودائما عبر هوا صوت لبنان, صوت الحرية والكرامة.